سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي. السلام عليكم زبنائنا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنقدموا لكم فيه شقة جميلة في موقع قريب من كل شيء، كتواجد في مجمع بالباشير قرب المجاهدين وقواسم. الشقة في الطابق الخامس وبالطبع كاين المصعد، المساحة ديالها 63 متر، كتكون من صالون، جوج بيوت، مطبخ ودوش، وعندها إطلالة على نادي الجولف الملكي. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي. كنتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأخيرا كنختمه بثمن الشقة 45 مليون. لأي تساؤل أو استفسار كنتمنى أنكم ما تردوش تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد.